أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سيد الرئيس، السيد الأمين العام، السادة أصحاب المعالي الوزراء، السادة رؤساء الوفود وأعضاء الوفود المشاركين، السادة الحضور جميعاً، أن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا الصباح الباكر الطيب. سيد الرئيس، إخوتي الحضور جميعاً، يطيب لي ويشرفني أن أنقل إليكم سيد الرئيس تحيات حكومة السودان وشعبه الكريم وشكرهم ودعواتهم الصادقة لكم ولنوابكم ولرؤساء ونواب لجان المؤتمر المتوفق. نسأل الله أن يكون التوفيق بالله سبحانه وتعالى والسداد. ولا يفوتني أن أهنئكم على هذا التكليف الذي صادف أهله، وكلنا ثقة في حكمتكم وتجربتكم، والشكر موصول لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا على استضافته هذا الحدث الكبير، وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وهذا ليس بغريب على هذا البلد المضياف الذي يتوفق دائما في كل هذه المساعي ويتفوق على نفسه عام بعد عام. لذا نقول كلمة حق فيهم وفي شأنهم، حق عليهم أن يطلقوا القمر المعروف بخليفة سات. نسأل الله أن يبارك لكم فيه. كما يطيب لي أن أشكر الاتحاد الدولي للاتصالات على مجهوداته المقدرة والمحسوسة في دعم قطاعي الاتصالات والمعلومات، ودعم الدول النامية في مسعاه للاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لتحسين مستوى حياة الناس وتوصيل العالم، والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. سيد الرئيس، تعاني كثير من دول العالم الفقر والجوع وصعوبة الحصول على العلاج المناسب وقلة التعليم وسوء البنى التحتية وغيرها من مظاهر التأخر عن ركب الدول المتطورة. وقد تعهدت دول العالم في 25 سبتمبر 2015 على 17 هدفاً و169 غاية لتنفذ في فترة أقصاها العام 2030. لتحقيق هذه الأهداف، كما تعلم سيد الرئيس، لتحسين معاش البسطاء من الناس في القرى النائية، ولتوفير سبل العيش الكريم والعلاج الجيد لكافة سكان الكرة الأرضية. لذا نحتاج أن يلعب الاتحاد الدولي للاتصالات دوراً أكبر، ومن ورائه هذه الوفود المحتشدة اليوم، وهؤلاء الخبراء المميزون من كافة دول العالم. سيد الرئيس، ما زالت أسعار توصيل الإنترنت للدول النامية على أعلى أوضاعها المعروفة، بأضعاف مضاعفة منها في الدول الغنية والمتطورة، وما زالت فرص توصيل الإنترنت للدول النامية كمستخدمين وللمستخدم الأخير عبر السعات العريضة، والتي هي أساس لما ننشد من دور للاتصالات
في تحسين معاش وحياة الناس ما زالت تصطدم بكثير من العقبات والصعوبات والعراقيل التي تحول دون توفير هذه الخدمات الأساسية بمستوى يتناسب مع الاحتياج الكبير والمتزايد وبأسعار في متناول الفقراء قبل الأغنياء في الدول النامية. إذن سيد الرئيس، ما زالت الإنترنت في كثير من دول العالم النامي حكراً على الأغنياء والمقتدرين، وما زالت تعتبر في كثير من بقاع المعمورة وسيلة للتسلية فقط وليست وسيلة للمحاربة أو لمحاربة الجوع والجهل والفقر والمرض. لهذا نتوقع أن يلعب الاتحاد دوراً ملموساً في التحول الرقمي المنشود في الدول النامية وفق خطط قصيرة وطويلة طويلة الأمد بمساعدة الشركاء والخبراء والدول النامية نفسها. ونتمنى أن تحظى هذه الدول بميزات تفضيلية في أسعار سعات الإنترنت عبر الكوابل العالمية. كذلك سيد الرئيس، نتطلع عبر مؤتمركم هذا لمزيد من الضغط على جميع الأطراف التي تسعى إلى تغويض حرية الإنترنت وإتاحة النفاذ إلى خدماتها العامة والهامة جداً. ونتمنى مع ذلك أن يلتفت مؤتمركم هذا بحذر إلى خدمات الصوت والفيديو التي تقدم عبر شبكات مشغلي الاتصالات في الدول المختلفة وبأسعار الإنترنت العادية، مما يؤثر بالسلب على هؤلاء المشغلون وعلى ما يقدمونه من خدمات. سيد الرئيس، تعهدت الدول الأفريقية منذ سنوات على عدم الاكتفاء بدور المستخدم والمستفيد من الاتصالات وتقانة المعلومات، وتعهدنا على هذه المواقف في هذه القارة الشابة على قيادة العالم جمعاء مع بعض جميعا جنبا إلى جنب مع الدول المتطورة بما نملكه من عقول متفتحة وحماس ورغبة وتكاتف من أجل إحداث تغيير في اتجاه التحول الرقمي في كل مناحي الحياة. وستجدون سيد الرئيس في طيات هذه الكلمات وفي المؤتمر مداولات، أن يكون هذه المداولات تخرج لنا جميعا وفق ما نريد في هذه القارة الوليدة المعروفة الفتية، احتياجاتنا وأولوياتنا وآراء ومقترحات ومبادرات كلها تصب في صالح أهداف ومرامي هذا الاتحاد الذي نؤمن برسالته ونأمل ونعمل معا أبره لتوفير حياة كريمة لشعوبنا الطيبة القوية المكافئة في هذا الاتجاه. فلم نعد نحن في أفريقيا والدول النامية فقط نتلقى ونكون تابعين مستخدمين أو مستهلكين. سيد الرئيس، في الختام أسمح لي مجدداً أن أكرر شكري وتقديري وامتناني لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً على احتضانها لمؤتمر المندوبين المفوضين للعام 2018، ونكرر شكرنا لكم على حسن الاستقبال وحفاوة الترحيب وكرم الضيافة. ولكن لا يمكن أن نعبر مثل هذه المواقف عبورا عاديا، فاسمح لي سيد الرئيس وإخوة الوزراء والسادة المؤتمرون أن نقول كلمة حق وشكر مستحق لرجل تعرفونه جميعا، ألا وهو الشيخ زايد الخير بن سلطان
آل نهيان، هذا الرجل الذي معروف بشخصيته المرموقة ونفاز بصيرته وحكمته البالغة، خط خطة وخطى ومشى عليها، فمشيتم وسرتم، فبارك الله فيكم ومسعاكم. وأقول حفزتمونا بما قمتم به من إطلاق لقمر يسمى خليفة ساد، وهذا يجعل من الدول النامية المتطورة المتقدمة أنها تمضي رويدا رويدا حتى تبلغ المدى ونكون سواء في هذا الأمر وفي هذا الموقف. سيد الرئيس، هنا نشكر قيادة الاتحاد الدولي للاتصالات وكل العاملين في هذا الصرح الوريف على ما يقومون به من دور متعاظم لتحقيق أهداف الاتحاد ولإنجاح هذا المؤتمر الهام، ونأمل أن يخرج هذا المؤتمر الهام بقرارات وتوصيات تلبي تطلعاتنا جميعاً، خاصة في توصيل المناطق النائية وأمن المعلومات ورعب الفجوة الرقمية وتطوير البنى التحتية للاتصالات وتوفير الاتصالات في حالات الطوارئ وتسهيل النفاذ للإنترنت. وهنا يجر الإشارة أن نقول ما عادت الاتصالات ولا وسائله ولا طرق الاتصالات والتواصل مع بعض كما كانت في الماضي، فهي أصبحت نموذجاً للتطور والعصر، وهذا العالم في هذه المرحلة تعتبر مرحلة العولمة للاتصالات وتقنية المعلومات، فما عادت كل الحياة إلا وتدار عبر هذه الاتصالات وتقنية المعلومات في كل المناحي، زراعة، علما، صحة وغيرها. فإذا تعاظم المسؤولية وكبر هذه المسؤولية تأتي للاتحاد لنا جميعا كلما تطورت الوسائل والسبل حتى نستطيع أن نصل إلى الرفاه الكامل لكل شعوب العالم. سيد الرئيس، هنا أقول كلمة لكم جميعا أنكم استحقيتم الإدارة والريادة والقيادة الحكيمة البالغة، ولكن أسمح لي أن أنتهي هذه الفرصة وأطلب منكم جميعا، وكلكم تعلمون موقف السودان رغم المكابدة والمكافحة ظل مستمرا رغم الحصار ورغم العقوبات، يمشي مع الآخرين ويضم الآخرين وله مواقف في الإقليم وفي محيطه أيضا كذلك العربي والأفريقي وكذلك العالم. أسمحوا لي أن أدعو أخوتي وزملائي أن يقفوا معنا ويعملوا على قدر الإمكان التصويت لخالص الشكر والتقدير لمرشح السودان لمجلسكم الموقر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.